أخطر سبع وظائف في العالم. مرحبا بكم في قناة يجب أن تعرف. إذا كنت موظفا بأحد المكاتب، ما هي أكبر خطورة على حياتك من الممكن أن تواجهها؟ سكب القهوة على أوراق العمل؟ أم وصولك متأخرا عن ميعاد دوامك مما فيه إذانا بمحاضرة توبيخ طويلة من مديرك المباشر؟ ماذا سوف تفعل إذا أدركت أن هناك بعض الوظائف يذهب عاملها في صباح كل يوم وهو لا يدري هل سوف يتمكن من العودة إلى منزله على قدميه أم محمولا في أحد التوابيت؟ هذه قائمة بأخطر الوظائف في العالم على الإطلاق، سوف تجعلك تدرك كم أنت محظوظ في مهنتك الحالية مهما كانت درجة سخافتها. أولاً، منظف نوافذ ناطحات السحاب. تحتاج إلى أعصاب فولاذية لتتمكن من قضاء هذا العمل الذي يقوم به الشاب بالصورة. هو أحد عمال تنظيف النوافذ لإحدى الشقق السكنية التي تقع بالطابق 34 في ناطحة سحاب بإمارة دبي، فقط لإعطاء النافذة مظهراً أكثر نظافة أو لإزالة إحدى البقع المزعجة التي تفسد شكل الزجاج. فأنت على استعداد لتقديم حياتك ثمناً لذلك؟ ثانياً، عمال إمداد الطائرات المروحية. في المرة الأولى التي تتطلع بها لعمال إمدادات خطوط الكهرباء المدلون بأحبال من الطائرات المروحية، تعتقد أنهم وهماً؟ ولكنها وظيفة حقيقية تماماً، حيث يتم تدريب هؤلاء العمال على نحو مكثف جداً لمواجهة خطورة هذا العمل، والتي لا تمكن فقط في التدلي من الطائرة ولكن أيضاً في التعامل مع أسلاك كهرباء غاية في التعقيد والدقة. ثالثاً، مصارعي التماسيح. بغض النظر عن إلى أي حد كان مديرك غاضباً هذا الصباح، ولكن حمد لله أنه لم ولن يتحول إلى تمساح يوماً ما. هذه الوظيفة يقوم بها بعض الأشخاص في أحد حدائق الحيوانات التايلندية بشكل يومي. ظهرت هذه العروض لأول مرة في حديقة حيوان بانكوك بتايلاند عام 1985، يقوم فيها المصارع بتقديم عرض قوي في مواجهة التمساح، فيفعل كل شيء من مبارزة بالعصا إلى وضع رأسه داخل فم التمساح كما في الصورة. رابعاً، مدربو الأسود. مرة أخرى مع الحيوانات المفترسة ووظيفة مدرب الأسود، هذه الوظيفة لها باع طويل مع الحوادث الدامية والمؤسفة، فما بين طرفة عين وانتباهها يمكن أن يخرج ملك الغابة عن حصار الترويض المفروض حوله لتجده يلتهم ذراع مدربه أو حتى يصيبه بإصابات متفرقة في أنحاء مختلفة من جسده. وتعد وظيفة ترويض الأسود أو المهن المتعلقة بالسيرك بشكل عام من أكثر الوظائف خطورة حول العالم. خامساً، عمال المناجم. لا تحتاج لأن تسمع تجربة شخص قضى أكثر من 30 عاماً في عمل المناجم بدولة تشيلي على سبيل المثال، فجسده سيكون أبلغ من أي قصص تروى عن مدى خطورة عمل المناجم. ندب هنا وهناك وعدد لا بأس من الكسور في أحد أنحاء الجسد مع نتوءات متعددة. تكمن خطورة هذا العمل في كثرة الحوادث التي يتعرض لها العمال، من سقوط المعدات عليهم مع احتمالية كبيرة لانهيار صخور المناجم أو الاندفاع الشديد للهواء داخل المنجم. كل ذلك قد يحدث مع وجود صعوبة أو شبه استحالة وصول الإسعافات في الوقت المناسب بسبب وعورة وبعد المناطق التي تبنى بها المناجم. سادساً، فتيات الأهداف. فتاة الهدف هو مصطلح يستخدم داخل السيرك أو في العروض الترفيهية بشكل عام للدلالة على الفتيات التي يقفن مكان الهدف بألعاب الرماية. هذه الفتاة تكون معرضة لخطر الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة إذا ما أخطأ الرامي في تسديد هدفه، والذي غالباً ما يكون عبارة عن سكين أو قذائف نارية وغيرهما. تضيف تلك الفتاة التي تقوم بدورها على أكمل وجه كهدف بشري المزيد من الإثارة لفقرة الرماية بالعروض الترفيهية. ولكن كم تتقاضى يا ترى لتعرض حياتها لمثل هذه الخطورة مع هذا الكم من المتعة؟ سابعاً، خبير المفرقعات. إزالة الألغام هي عملية تقوم بها معظم حكومات دول العالم،
وذلك لتنقية أراضيها من أي قنابل قد تكون زرعت أثناء فترات الحروب السابقة. خبير الألغام يكون شخصاً على درجة كبيرة من الخبرة والتدريب للقيام بعملية إزالة الألغام يدوياً. بسبب التدريب المكثف الذي يحظى به هؤلاء الأشخاص، فإن خطورة هذه المهنة قد انخفضت إلى حد كبير، ولكن هذا لا يعني أن أي خطأ صغير قد يكون ثمنه باهظاً. شكراً لكم لطيب المتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.